طريقي طويل وانا غادي فيه وحيد، جرح قديم وجرح جديد، قلبي فيك وجوه الناس كل يوم في حاله بألف لوم، ويا ويلك لك انتي مبمون يلعبوا بيك. طريقي طويل وانا غادي فيه وحيد، جرح قديم وجرح جديد، قلبي فيك وجوه الناس كل يوم في حاله بألف لون، ويا ويلك لك انتي مضمون يلعبوا بيك. السلام عليكم. الله يحفظك. كافي ايطاليان واحد جوج دورانج. عافاك عافاك، انا عطيني واحد كافي كخير. مرحبا. شكرا. تبارك الله عليك فاتين، يلا بديتي معنا الخدمه وفهمتي كلشي. ميرسي فؤاد، الله يخطيك. ولات فاهمه كلشي وكتقترح حتى هي الافكار ديالها، ما درتهاش حتى انا. ايوا عادي زعما، ولا اللي كيبغي شي حاجه كينجح فيها. عندك الحق، وانا كنشوف زعما كيفاش زعما انا ما كاينش لي يشكرني يقول لي راك كتفهمي تبارك الله عليك راك غاده مزيان، كاينش كاع حشومه. باز اختي، انا شكون كنسول على الكبيره والصغيره؟ ماشي انتيا وها انت كتسولي غير اختي، هي اللي فاهمه في كل شيء، اما انا كنتعلم بحالي بحالك. لا وانت انتي امي ما تبارك الله عليك، زعما راه فهمتي كل شيء دغيا. ايوا شكرا سيدي. بدلو الموضوع ديال الخدمه من قبيله كنهضروا على الخدمه. الا بغيتي زعما فاتين تقدري تهضري لنا على راسك، زعما حياتك الشخصيه ما كانش عندك شي مشكل. واش غادي نقول لك؟ انا زعما راه حياتي صراحه كتجيني عاديه، ما فيهاش شي حاجه نيت ما يتعاود. انا ما كنلقاش اون ديفيرونس ما بين حياتي بيرسونيل وبروفيسيونيل. عارفه حاجه واحده، بانني كنخطط لهم بجوج باش ننجح فيهم بجوج، وانا متاكده من غنجح في وحده غادي نجح حتى في الاخرى. ماشي ضروري تنجحي فيهم بجوج. صراحه مزيان، انا كيبان ليا نقدروا نمشيو. تعطونا الوقت كيدوز بالزربه. ها نمشيو. فهمتيني يا كابو بازا؟ او دير اللي فهمتك. يلاه الله بعد دير واحد الدويره ويفرج الله. دابا تولفنا هنايا ما يخصك خير وليدي، هنايا راه الحمد لله الحاج باك راه هيبه وفلاح كبير، ولكن ملي صيفطك هنايا وسمعناك حنا غادي تكون انت معنا هنا، الله حسيبي يا وليدي وما تسلي حليب الا بغينا نموتوا من الفرحه، والقبيله كلها فرحت ماشي غير هنايا. ولكني شوف انا غنبرك ان شاء الله على زوجتك، اش ظهر لك ها
ها صحاب لك انا ندوز حياتي كلها هنا باش تقول لي غنجوجك. عرفتك اش باغي انت؟ قرب شويه لهنا قرب. انت واقيلا عينك في الزويره بنت القزار كاينه؟ لا الرجال حب لا اي تحكي اشترى داير الريجيم. واخ دير واحد القضيه ناخذ لك زهره بنت البوكسور. ها لا ايه تخسر الهضره يولي راقك بعد البنيات. ودير قضيه لقيتها لك والله تلقيتها لك. هذه ما ترضاش فوجات هذه ما تقولش لي عليها. شوف كاين الدريه في طايمو بوها قريب يودع اي ويخليها لك ساكته وسكوت. اش دار لك معزة؟ انا ما جيتش لهنا باش نتزوج، ما غندوش حياتي هنا، انا خصني طوموبيل نمشي في حالي. وكلتهم اللي معزة تعال تعال نبدلو ساعة أخرى تعال. شوية لك وليدي كريم. طلبت لبريا واحد البراد ديالاتي واحد المخراشة. اسمع لي ما عنديش فلوس عندي باش نخلص هاد القهوة. وانا نخدم بابور ولا ماك تخدم معايا؟ وما من خدام ياك انت اللي جايب لينا هاد البلان هذا. عرفتي شنو ما بغيتيش ماشي مشكل، ما غاديش نقول لك داكشي اللي شت. اشنو شفتي؟ داكشي اللي شت ما غاديش تخلص عليه غير محراشه، غاتخلص عليه مخبازه كامله. اخ اختي فاتي هاي اختي واحد البلد ديالاتي ومحراشه ولا تزيد املو. زيدي يا ملو تا هو زيدي. شنو شتي؟ البنات تيتلاقاو بجوج تبعتهم شتهم حتى دخلوا لواحد القهوه مشاو مع واحد الدريه عرفتهم ذوك الدراري اللي زوينين اللي تيديروا جيل لشعرهم ذوك اللي تيتعطلوا قدام المرايه وجلسوا في القهوه. ملي جلسوا في القهوه صوتيهم التليفون كان ديشارج عليا. دابا تاع التليفون ملي نكونوا حنا محتاجين ليه وباغيين ناخذوا به شي حاجه عاد كيدي شارجا. ما تخافش عليا راه عيطت للسيرفر قلت له هاك شارجي. واخا وشنو وقع من بعد؟ ومشيو بثلاثه بهم دخلوا للشركه. وشنو وقع من بعد الشركه؟ لقيت حاضيهم حتى خرجوا تبعتهم عاوتاني وانا نلقاهم دخلوا لواحد المحلابه. وصوتيهم؟ راه نسيت التليفون في القهوه تيتشارجا. زيد كمل وشنو وقع من بعد؟ ما وقع والو مشاو بحالهم. غتهبلني غتحمقني على الليل. شوف خونا راه ما نقدو نقولو ليه حتى حاجه الا ما عطيناش شي حاجه من موسى شي دليل ديال بصح. ما لقينا عليه بهاد التشاكيك ديال المحلابه والشايكه والقهوه ما ناخذو حتى حاجه. كريم نجيك من الاخر والبنت ما تدير والو تنتبعها تتلاقى مع صاحبتها لا جلسوا تيجلسوا في شي قهوه ولا يدخلوا المحلبه ياكلوا شي حاجه تتمشي للخدمه من الخدمه للدار من الدار للخدمه. عيط لصاحبنا قول له علا راه باقي خدام وراه تقاداو له الفلوس يصيفط لينا شي حاجه. هادي ما نقول لها علال قلنا لي شحال هذا وعطانا الفلوس وعطيتك رزقك اش باغي مازال؟ كريم ترك صاحبي وبحال خويا وعزيز عليا ولكن عندي واحد الشيطان تيوسوس ليا تيقول لي راه هذاك السيد راه تيشد الفلوس كثار وتيعطيكم غير شي حاجه قليله. وهذاك الشيطان راه كيخافك على الليل. نعلك الشيطان شتي انا غنصب على العالم كامل الا صحابي وعشراني وخوتي اللي كيخدموا معايا في ليزافير ديالي اللي انت واحد منهم ما نقدرش نصب عليهم. جابك الله طلع داك التليفون اللي سرقتي نسيبتي. تقلب عليا علاش من تليفون؟ تطلع التليفون ولا غنمشي نعلم البوليس؟ تسير عند البوليس تعطلتي يلاه توصل عندهم. اتكلم هو الدراري تكلم هو صاحبي فضحتونا في هاد القهوه هادي. التليفون دا سمير باعه ولا لاح ولا الله اعلم. هذا درنا معاه المزيان انت تتشوف. دابا انت درتي معايا المزيان. ما درتش معاك انا المزيان وانا غندير معاك واحد المزيان مزيان. غنمشي عند مرتك ونقول لها راه انت اللي قلتي لي سير تبع اختها كريسيها مزيانه دابا. عرفتي يا مراد انت راك ما تتعرفنيش. شوف راه فاش يطلع لي داك القرد على الراس وما تبقى نعرف صافي على شي واحد. صافي على تكلم سير سيب الدل صاحب خويا سيب الدل صافي تكلم صاحبي تكلم فضحتونا في هاد القهوه هادي. فين غادي تابعوا؟ ما غاديش نتبعو غنمشي نجيب تليفوني اللي نسيت في القهوة تيتشارج. حبسي اختي داك المحراش داك اتاي تا دا كامل وكاع حبسي كلشي.
ضرب لي هاد الصهور ودير الشلكون. وتويتي زمل مغنية مغنية وتعرف فيك تغني مشاركة في شي مسابقة ديال الغناء وداك ليفل حاول أعطيها التصاور بوزات قلت أنا والزوبي دابا اش بان لك في هاد الصدى هادي تا غتشهر عاد غتخاف من الفضيحة وعندك النمرة ديالها عندي النمرة ديال داك التليفون وضروري غترجع نفس النمرة ديال التليفون صبروا شوية نعيطوا لها لا غنتسناو حتى تبدا المسابقة وغنشدو تصويتة ونلصقوها مع تصويت شي واحد مزوج وغنضحكوهم بجوج الورد تفرج ليا في الفيديو ايه بلان بلان خامش وشويطين ما مخك وهطر بيش كب ونعمة التربية الحاج عيطتي على عادي اللي فوق ما كندوي معاه كيسولني عليك كون بغيت نهضر معاه كون خليته معايا هنا خليه يعول على راسه وملي يولي راجل ديك الساعة حنا معاه أنا قلت غير اطمأن عليه الولد ما موالفش خلي الدري يعتمد على نفسه وما تبقاش كل ساعة تعيطي ليه اش فيه إلا عيطت عليه الولد بعيد علينا في الفيرما أنا خفتو غير يدير في راسو شي حاجة ما عنده ما يدير الفيرما هي اللي كترد لواحد راجل هي كل شيء دابا يولف ايه كلامك معقول الحاج ولكن راه كل واحد والعيشة اللي موالف الناس كلهم ماشي بحال بحال اتفق معك ماشي بحال بحال ولكن حتى لين غادي يبقى بوعزة مقابل الفيرما انا متأكد إلا عول على راسو غتكون منه الكينة اش دار ليك نمشيو لعندو نشوفوه ويشوفنا ونطمئنوا عليه وحتى انت ترتاح لك شي شويه الحاجة واش انا كنربي في الدري غنولي كنربيك انت الو عاجل ويا ميمة صافا لاباس عليك اش كتعاود والو انا حاصل في الفيرما ايوا صبر ما عليك ما دير راك عارف باب وداكشي انا صابر اما كون جات عليا انا يا غير دي ماري تحرك نتبع خبارك فاش نخدمت معنا في الشركه اواه كيفاش اواه ياك ما باقي كتفكر فيها صراحه مازال كنفكر فيها ولكن هي ما كتجاوبش في التليفون ملي باغي هذا بندوي لك معاه ولا عرفتي شنو حتى تجي ان شاء الله وندوي في هذا السوجي صافي اها كان امي ما بيني وبينك ما عندهاش شي علاقه مع شي واحد والله يهديك اخويا واش انا ما نعرفهاش ما عندها حتى علاقه راه صاحبتي وانا عارفها ايوا صافي ربي يخليك لي اختي ما نساش لك هذا الوجه الله يخليك لي اخويا انت راك عزيز عليا وبزاف كاع الو لا انا كنسمعك الو ما كنسمعكش الو اميمه الو الو وي دابا مزيان
المهم ما نطولش عليك، تخليك ترتاحي تنتعيط. يلا بسلام، باي باي باي. تشاو. الو يا عادل. وي كريم خويا، الله يحفظك ليا، تقطعت ديال بصح، نشوف كيفاش دير. فيك انت دابا؟ انا حاصل هنا في الفيرما. شوف باي طريقه باي وجه كان، شوف كيفاش دير الجي عندي، راه اخوك مقطوع ديال بصح. صافي صافي، انا نقلب على شي موان ترونسبور ونجي عندك دابا نصوفيك. يلا واخا نتسناك اخويا. صافي قطع. صراحة فاتين بنت ذكية وكتخدم مزيان، غيكون عندها مستقبل زوين في الشركة، حيت راك عارفة الحاج كيبغي. في خبارك فاتين عندها علاقة مع خويا عادل؟ لا. إيوا راه كنتسناو إن شاء الله غير يجي من الفيرما ويديرو شي خطوبة رسمية. مزيان، الله يكمل بخير. آمين. وحنا؟ مالنا حنا؟ وقتاش غنديروا الخطوبه ديالنا؟ وحتى نفكر. واخا انا نخليك تفكري. صافي صافي، فكرتي شنو؟ ورا زربتي عليا؟ لا، هاي تحسيت بشي حاجه. واش حسيتي؟ عيني كيبريو. واخا حسيتي، ويكون خير ان شاء الله. سمحي لي، وي مدام غيتا. راه مشيت عندو، عيطت لك ولكن ما جاوبتينيش. واخا حتى نتلاقاو. سلامة. ياك لاباس، شنو بغات؟ غير الخدمة. واخا نمشيو. يلا أنا نستوليك. العمر قصير الحاجة، البارح عاد وحنا صغار. طول عمرك يا الحاج ولك باقي صغير. قولي يا ملكة، ما عندك شي حاجة ندمتي عليها في حياتك؟ لا، أنا ما عندي علاش نندم. عايشة مرتاحة، ولادي هانيين، راجلي بخير وعلى خير، الحمد لله. إلا تحت لك الفرصة ترجعي 30 عام اللور، شنو كان يمكن تديري؟ حاجة واحدة، نقرا. وما نحبس قرايتي حتى نوصل لشي مرتبة كبيرة. وشنو كان يمكن تقراي؟ بغي نكون طبيبة، ماشي باش ندخل الفلوس ولا باش نخدم، باش إلا مر ليا شي حد عزيز عليا ما نبقاش مربع يديا وكنشوف وما عارفة ما ندير. شنو زعما كدوي عليا أنا؟ أنا كندوي على شي حد عزيز عليا بزاف. وانت يا الحاج، إلا رجعتي 30 عام للور، شنو تبغي تكون ولا شنو تبغي دير؟ حاجة وحدة اللي كنتمناها. اللي هي؟ هي ما نعاودش الأخطاء اللي درت، حيت درت بزاف ديال الأخطاء غرني فيهم الطمع. سيد المهدي، الناس كلها كتخطأ، كلها كتغلط، وربي كيغفر. العبد لله. حاجة. نعم. بغيتك تديري معايا واحد الخير. على الراس والعين. غنخرج الفلوس باش نتسامح مع بزاف ديال الناس. انا معاك الحاج في اي حاجه بغيتي ديرها، ولكن بشرط. اللي هو ما بغيتش بنتي غيتا تعرف شي حاجه.
صعيب عليها تعرف الماضي ديالي. كون هاني يعني الحاج. سلام. مرحبا. سلام. جالسين كتحدثوا؟ ايوا شاركونا معكم. هو غير باباك قال لي بلي الا رجعتي 20 عام للور. لا قلت لك 30 عام. كلامك هو الكبير. 30 عام شنو تبغي ديري او شنو تبغي تكوني؟ عاوتاني جبتو هاد اللعبه. ايوا انا راك عارف الحاجه اللي ما نبغيش ندير هي نعاود نكذب عليك بحال ديك الكذبه اللي كذبت. لا 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 تمحى داكشي مع بزاف الحوايج درتيهم معايا مزيانين. الله يرضى عليك. بابا راه الكيني ديالك تيتسناك لداخل. ابو يا واخا يا بسم الله. مرحبا. الله يبارك فيك الحاج. تفضلي يا دكتوره تفضلي. فهمتي شي حاجه؟ ما فهمت والو. الحاج غير كيبدا يجبد 20 عام هادي عرفوا راه غادي يبدا يجبد الفلوس ويفرق فيهم. صافي خليه يدبر راسو. يدبر راسو؟ الناس راه كيستغلوه. غتمشي تشوف هذاك المحامي اللي دوينا عليه وقول له يقول لك على الاجراءات ديال الحجر شنو هما. انا ما غاديش نبقى جالسه كنتسنى حتى يخرب كاع داكشي اللي بنا حياته كلها. اللي بغيتي. لاميا اش داروا معاك؟ والو اختي ما عندي زهر قالوا لي ما نرجعوش لك النمره ما عندكش كونطرا. مصيبه هادي. ايه ودابا الا عيطوا لك هادو كيفاش غادي يهضروا معاك؟ ما عرفتش الا عنده زهر ما عندوش. انا اصلا ما كانش خاصني نشارك في هذيك المسابقه من الاول. ما تبقايش تقولي هكا كلاميا. عيطي ليهم انتيا وسوليهم. تعال منا نعيط. عيط على الرقم اللي دوينا معاهم في الاول انا وياك. انت هذوك راه شركه كيدوزوا الكاستينغ والتلفازه اللي خاصهم يعيطوا عليا. مشكلات بلاتي بلاتي على من تعيطي. الو السلام عليكم اختي. انا لمياء بن طالب. كنت هضرت معاكم في الاول على وديت المسابقه ديال احلى صوت. اه واختي بغيت نقول لك راه داك النمره باش كنت هضرت معاكم في الاول مشى ليا التليفون وما عرفتش دابا خفت تعيطوا ليا وما تلقاونيش. اه بصح صافي اختي سمحي ليا. شكرا. شنو قالوا لك؟ داكشي اللي قلتي ليا نيت. صافي نساي. ما كاين لا نسي لا والو. عرفتي شنو غادي ديري؟ غادي تمشي قدام الاذاعه غادي تجلسي تما اللي بان لك خارج غادي تمشي تقصدي نيشان خويا ولا اختي قول لي عافاك راه شنو طرا ليا شنو طرا ليا مشى التليفون وراه خفتكم تعاودوا تعيطوا ليا وما تلقاونيش. شتي مسطي ولا مالك؟ انا اصلا غنجمع حوايجي ونمشي في حالتي للدار ندبر على شي خدمه تما. الو هي انا بنت اختها. شكون؟ اه واخا واخا. الو خويا هي انا. اه واخا صافي سجلها عندك. واخا صافي خويا الله يرحم بها الوالدين. شكرا خويا شكرا شكرا بزاف شكرا. شنو شكون؟ دابا هما عيطوا لي حيت انت هما عيطوا وهذاك الاخر هو اللي عيط وهما يعيطوا. شنو عيط شكون؟ وش الإذاعة التلفازة؟ مالك مصدومة؟ دابا أنا ديما فاش كنفرح كتخلط ليا الخلعة مع الصدمة مع الفرحة وما كنعرفش شنو كندير. الحمد لله. عرفتي اش غنديرو دابا؟ أول حاجة بلاتي بلاتي سيلفي 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 ضروري.
غادي نديرو احسن سيلفي انا وياك، وهذا السيلفي هذا غنتفكروه. شوفي ضحكي ضحكي. ماذا بغيتها؟ ايوا شنو درتي؟ مشيت عند واحد المحامي، ولكن قال لي صعيب ديروا الحجر على شي واحد حيت كيدير الاعمال الخيريه. راه ما قلتليش شكون. ايوا صفت ليه وقال لي زعما من الاحسن تفكروا في شي حل احسن من هذا. وما عنديش حل احسن من هذا. ماذا بغيتها؟ راه الا عرف الحاجه تحجري عليه العلاقه ديالكم راه ما تبقاش مزيانه. شتي دابا العلاقه ديالنا مزيانه. كاين شي قرارات اللي ما خديتيهمش كتقدر تندم عليهم. فحالاش؟ دابا تعرف انا بغيت غير ما تزربيش. الا بقيت ساكته حتى لدابا راه هي ما كنزربش. انا كنقول بعدا خليه حتى يدوز المعرض شوفي ديك الساعه الامور كي غتولي. مابقاش يسالي هاد التخربيق خلاص. يلا يلا هاد دوس هاد تريس هاد كواترو هاد سينكو تقعد على سلامتك ورا داك الفريه. والله لا خديتي هاد الفريال. تبا هادو واحد الحاجه كيفاش خمسه ديال الرايات دازو واش دوك شنو انت ولا شنو تدير ليا؟ انت درت نخصص عاوتاني يا صاحبي تتبلع عليا انت ديما. مالكم يا صاحبي ديما منوضينا. اجي على بغيت ندوي معاك شي لا. اسمعني مزيان اسمعني مزيان. هادي اللي مابقاش باغي يمشي معاها في البلان اللي تبعو فاتي. علاش مابغاش يمشي في هاد البلان؟ انا يعطيني فلوسي ويدبر راسو. علاش كتغوت؟ خليتي يجي وتفهم توي. انا مالي شنو صافي بغيتي تهزي يدك انت من هذا المشكل تخرج منه؟ تاش من المشكل هو اللي مابقاش باغي يكمل. انا وياك غنكملو. ما فهمتش. انت باغي الفلوس؟ ايه باغي الفلوس ولكن باغي نفهم. غتبقى معايا في البلان ونحضر ديك الفلوس. الفلوس غتحضرهم ولكن ما بقيتش ندخل لشي حاجه وانا ما فاهمهاش. انا غنفهمك. انا شاد واحد اللعيبه خطيره على اخت عادل. شنو هي؟ ملي غتوصل لوقيتها غنقول لك شناهي. اخا ماشي مشكل. شكون اللي غيمول هادشي؟ انا اللي غنمول. هي ما كاين لا افونس لا فلوس لا والو. انت عرفتي هاد المشكل انا ديال فاتين راه حفيت فيه صباطي وما ربحت والو. واش تحقرني؟ علاش ما كتيقش فيا؟ علاش؟ هو الصباط هو المشكل. شوف انا غنجيب لك سبرديله باقا جديده جابتها لي اختي من الاسبان. صافي؟ عرفتي هاد السبرديله زيدها على داك الكيطمان اللي جابت لك العام اللي فات. وجيبهم لي مجموعين بغيتيني نثق فيك. واخا سي علي يكون خاطرك. ليك عادي خويا عيط لي البارح قال لي سلم بيع فاتين بزاف بزاف بزاف. ما قلتش ليك غنمشي للفيرما باش يبدل شويه الجو. لا لا صيفطوا بابا على شي خدمه غادي يمشي ويجي. عادي خويا تبدل بزاف الفاتين والله العظيم ما بقى لا يسهر لا يشرب لا حتى حاجه. ضايق من الخدمه هو اللي قال بابا نمشي نحضيها لك. ايوا سبحان مبدل الاحوال. ايوا شتي عادي خويا انا اللي عارفه ظريف بزاف وقلبه كبير. زوجك بيه؟ واش كتهضري من نيتك صاحبتي؟ واش انا دابا ديال شي جواج؟ علاش صاحبتي والله الا الله يعمر هضر خويا انا اللي عارفه. شوف واخا تهضري معاه غير امي يا صاحبتي غيفرح مسكين والله. والله ما عرفت اميمه والله اختي ما عرفت شنو نقول لك. هو ما عرفتش. لا لا الو فاتين صافا؟ صافا الحمد لله. بغيت نسول فيك وصافي كي بغيتي. الحمد لله اوكي. ايه ما كمل. Thank you.
جرح قديم وجرح جديد قلبي فيك وجوه الناس كل يوم في حاله بألف لون ويا ويلك لك انتي مبمون يلعبوا بيك طريقي طويل وانا غادي فيه وحيد جرح قديم وجرح جديد قلبي فيك وجوه الناس كل يوم في حاله بألف لون ويا ويلك لك انتي مضمون يلعبوا بيك والدنيا